تغني لنا غنية من عندك؟ ببسمة صغيرة ونظرة مليانة حب وأمل بتقابل الطفلة ابتسام كل مين بزورها. فنادراً ما بترافق حالات السعادة والتفاؤل المرضى، بس مريضتنا ابتسام هي رمز للبسمة، ويمكن رح تعلم الصبر لكتير من الناس. متلازمة الضاد الفوسفولبيد هو مرض نادر مصابين فيه 5 بس بالعالم، وابتسام هي الحالة السادسة. وبيسبب هالمرض تآكل بالجسم وبيؤدي لقطع الأطراف حسب ما أكد الطبيب المشرف على علاج ابتسام. احنا شكلنا فريق طبي من عدة أطباء، لأنه هي مجموعة اختصاصات. من كان عندنا اختصاص جراحة أوعية وأطفال وأمراض إنتانية ومناعية، حاولنا قدر الإمكان أنه هالفريق يشتغل مع بعض. وكان الشق الثاني الدعم النفسي للمريضة. الدعم النفسي كان أول شيء أنا أكسب ثقتها قبل العالم، لأنه أنا على اتصال يومي فيها. الحمد لله يعني قدرنا هلأ نقدر نوصل أنه في تواصل جيد بيني وبينها. إحنا أي إجراء طبي بيعمله بتكون هي متقبليته بشكل كتير منيح، وهذا اللي إحنا بدنا إياه. حاولنا قدر الإمكان نعزلها عن المحيط اللي كان يسبب لها المشاكل النفسية، لأن تعرفي كان في فضول عند العالم أنه تعرف شو هالحالة هاي. بس شوي شوي إحنا عم نشتغل على هالموضوع هذا. وجود أشخاص محبين حوالين الطفلة ساعدها أنه تتخطى المرض، وأهلها رغم ظروفهم المعيشية السيئة إلا أنهم كلهم أمل أنه البسمة ما رح تغيب عن وجه ابتسام. بلشت الحالة معها كان عمرها 2، كانت تمشي تحكي طبيعي يعني ما فيها شيء نتوقع له. وبلشت بالتهاب عصبي عجريها وانتقل عصبي يديها، لو وصل التهابات لكعاب عجريها والتهاب ضل ماشي يعني ما خلينا طبيب مختص يعني لما أخذناها لعنده وعالجناها كتير. كل طبيب كان يشخص المرض ما يقدر يشخص المرض اللي هو فيه. إن شاء الله في أمل بتشخيص المرض والعلاج. إذا شوف مرات عادية يلا ستي لهم بوسة باي، عملهم بيدك هاي باي باي. حبكم كتير، خليلهم أنا أحبك كتير.